يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم في حلقة جديدة ومتجددة من استديوهاتنا في قناة الشرقية من كلبة. دائما ما نعيش معكم في أجواء هذا البرنامج وهذه المجلة الثقافية والتوعوية والترويحية الترفيهية من خلال عدد من الفقرات اللي نعيش وياكم فيها مشاهدينا الكرام. لكن دائما نقول في خاتمة البرنامج في هذا الأسبوع ختامها مسك وعندنا جولة على ما يتعلق بعض الأخبار سواء على المستوى المحلي أو كذلك على المستوى الخارجي. اليوم طبعا أكيد مشاهدينا الكرام كل واحد فيكم عنده قدرة على استكشاف الشخصيات الأخرى وكذلك محاولة كسب مثل هذه الشخصيات. يعني من يوم دخلت هذا الاستوديو وأنا أحاول قدر الإمكان وغير كثير من زملائنا في فريق العمل وغيرهم من الناس اللي يتجولون في هذه الحياة المختلفة أنهم يحاولون يكسبون الأطراف الأخرى من خلال عدد من الكلمات وبناء الود وكذلك بناء الاحترام والتقدير بين هذه الشخصيات. وبكل الثقة تستطيع أنك تصل إلى ما يتعلق ببناء علاقاتك الاجتماعية لكن من خلال مفتاح الشخصيات. لذلك اليوم نعنى أحد ضيوفنا اللي بيحدثنا عن أو بتحدثنا المدربة عن ما يتعلق بمفتاح الشخصيات وكذلك عندنا نافذة طبية متعلقة بما يتعلق بالتثقيف الصحي وكيف أنه بالفعل أصبح اليوم هناك ضرورة للتثقيف الصحي على المستوى وعلى الأصعدة سواء تلفزيونية أو ما يتعلق بالمنصات الإعلامية الأخرى. وخلينا نبدأ معكم على بركة الرحمن إلى ما يتعلق بأخبارنا في مواقع التواصل الاجتماعي. ناخذ أول خبر مشاهدينا الكرام من حساب برق الإمارات: علاقات دولية ومذكرة تفاهم بين الإمارات وكوريا الجنوبية لاستبدال رخص القيادة. الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لاستبدال رخص القيادة بين البلدين، وذلك لتسهيل حركة تنقل حامل رخص القيادة الصادرة من قبل السلطات الرسمية وكذلك من خلال أثناء الإقامة لمواطني البلدين. يعني كنت تكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي استطاعت من خلال بعض ما يعرف ب يعني منصات الاندكس المتخصصة أو باسبورت اندكس المتخصصة في تقييم قيمة الجواز الإماراتي، وبحمد الله وصل جوازنا الإماراتي إلى يعني مراتب متقدمة محقق المراكز المتقدمة ويمكن المركز الأول بين عدد من الدول ب يعني السماح لإقامة العلاقات والتأشيرات اللي تكون يعني بطريقة سهلة وميسرة لمواطني البلدان في هذه القائمة. نتمنى دائما مثل هذه القرارات ومثل هذه التحالفات الاستراتيجية بين الدول يعني تزخر بمثل هذه المعاني للمشاهدين وكذلك لكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة. كذلك مشاهدينا من نفس الحساب برق الإمارات، الحساب يقول: طموح زايد وإعلان نتائج تجارب هزاع المنصوري في يناير المقبل. أكد مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء سالم المري، وهو يكشف أن من المتوقع الإعلان عن نتائج التجارب التي أجريت خلال مهمة 25 سبتمبر وشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في يناير المقبل وحتى منتصف عام 2020. يعني يمكن يكون صقور الإمارات وأبطال الإمارات سلطان وكذلك زميله الآخر هزاع اللي دائما ما يرفعون رأسنا حال التحدث عن ما يتعلق بمثل هذه المعاني وبمثل هذه المنجزات الوطنية في عالم الفضاء. ما كنا في يوم الأيام ممكن في سبعينيات القرن الماضي لنا أن نتخيل أنه الشيخ زايد كان على منصة وعلى طاولة ما أحد يعني المهتمين في جانب الفضاء، وهو يعني عالم عربي أو عالم عربي يفهم ويدرك حجم هذه المخاطرة وحجم هذا التحدي. فأصبحنا في يوم من الأيام نحتفل وكذلك نشاهد هذه مركبة الفضاء اللي تصل إلى يعني على بعد أكثر من 400 كيلومتر من سطح الأرض، وهذه تعد مفخرة وأيما مفخرة مشاهدينا الكرام. الخبر التالي كذلك من حساب شبكة أبوظبي الإخبارية:
ارتفاع الحرارة وارتباطها كذلك بالصحة النفسية، وهذا الخبر متعلق بالنافذة الطبية اللي اليوم أكيد بيكون لنا مجال فيها مع أحد الأطباء والمتخصصين من مستشفى الزهرة في الشارقة. كما تؤكد الدراسات الجديدة مشاهدينا الكرام بأن موجات الحرارة ترتبط بزيادة عدد المرضى الذين يطلبون رعاية طبية لأسباب نفسية، كما ترتبط بزيادة معدل حالات الانتحار، وتنطبق هذه النتائج على أبناء المناطق الجغرافية الحارة مثلما تنطبق على غيرهم من مساكن مناطق مناخية مختلفة. وحذرت نتائج الدراسة من أن الأثر السلبي لارتفاع الحرارة الأرض وما يصاحبها من تغيرات مناخية على الصحة النفسية. اليوم أصبحت منظمة الصحة العالمية WHO، هذه المنظمة اللي أصبحت الآن من خلال التقارير، من خلال المجلات، من خلال كذلك الحملات أو ما يعرف بمن يزور هذا الموقع وهذا يعني المرجع الصحي الطبي المؤثر أكيد على كثير من وزارات الصحة. فاليوم أكيد نبتدأ بصحة ونختتم إن شاء الله بإذن الله تعالى أخبارنا بصحة، وكذلك ضيفنا اللي حدثنا عن جانب الصحة. لكن الصحة النفسية الآن علاقتها كذلك بمسألة الادخار، مسألة مسألة الجوانب المالية، مسائل علاقاتنا الاجتماعية كذلك لها علاقة، يعني كثير من الأزواج وشركاء الحياة الآن في حال اختلافهم أكيد أنه الأثر السلبي حيكون على الأبناء من خلال بعض ما يتعلق بمثل هذه يعني الأمور السلبية. لذلك ضيفتنا اللي بتحدثنا عن مفتاح الشخصية بنسألها عن ما يتعلق بمفتاح الشخصية لكن داخل إطار الحديقة الأسرية وداخل إطار بيت الزوجية. ننتقل معكم مشاهدينا بحيوية ونشاط هذا البرنامج وكذلك يعني الجهود اللي يبذلها فريق العمل ويبذلونها كذلك ما يتعلق بالإداريين والفنيين من على رأس لهذه القناة سيد خميس سالم مبارك مدير القناة، وكذلك العاملين في الإدارات المختلفة من إدارة البرامج وغيرهم. نتمنى إن شاء الله لكم تقضون هذه الساعة في متعة دائمة. هذا الخبر متعلق مشاهدينا الكرام بما يتعلق بالسلامة والصحة، ولين ما يتم تجهيز الخبر من قبل الزملاء على الأوتوكيو فأحدثكم عن ما يتعلق بالإنفلونزا وكذلك علاقتها بالمدارس الخاصة. فقد تقرر منح الطلبة المصابين بالإنفلونزا الموسمية إجازة إجبارية لمدة أسبوعين لتفادي انتقال العدوى ما تسبب في استياء ذوي طلبة نتيجة تراكم الحصص الدراسية على أبنائهم، فيما عزت مدارس أن قرارها إلى أنه إجراء وقاية وسلامة للحفاظ على الصحة العامة. يعني مثل ما شفتم هذا الخبر وهذه الصورة الكاريكاتيرية مشاهدينا الكرام عبر حساب برق الإمارات، فيمكن تكون قرارات الآباء مبنية على الجوانب العاطفية، لكن بالمقابل عدد من المدارس، عدد من الأكاديميين، عدد بالمهتمين في سلك التربوي عندهم نظرة قد تكون نظرة أخرى متعلقة بيعني ما يصير في فجوة بين الطالب وبين الحصص الدراسية. لكن يمكن لو سلمنا بقرارات وزارة التربية والتعليم كما شفنا قبل عدة أيام أو بيوم الأمس واللي قبله في برنامج نافذة، يعني نقلنا لكم خبر متعلق بضرورة أن يكون السائقين للمركبات والحافلات الكبيرة اللي تحمل طلابنا في حالة عدم يعني وجود الأجواء المهيئة لهذا السائق، فعلى هذا السائق أنه يقف في مكان عام وفي مكان مهيئ للوقوف، وتكون السيارة أو تكون المركبة في حالة تشغيل ووجود الإضاءة والتكييف إلى ما يتم الانتقال إلى حالة جوية مناسبة ومهيئة، خصوصا نحن يعني داخلين في المنطقة الشرقية على الأجواء والأمطار وكذلك على يعني موجات تكون إن شاء الله مفعمة
بالحيوية ومفعمة بالأجواء والأمطار اللي تكون خير وبركة على البلاد. كذلك هذا الخبر مشاهدينا الكرام من نفس الحساب، واليوم ما شاء الله يعني أخبارنا متعلقة ببرق الإمارات. هذا الخبر مشاهدينا الكرام دام طرينا المركبات والسيارات وطرينا السائقين، فأحد السلوكيات السلبية اللي بتشوفونها من خلال هذا الخبر، الانشغال عن الطريق الهاتف يتصدر أسباب تشتيت انتباه السائقين، حيث تم استطلاع رأي أجرته وزارة الداخلية مؤخرا ويكشف عن أن استخدام الهاتف يتصدر أكثر الأسباب التي تشتت انتباه السائقين على الطريق، ما يسبب حوادث مرورية متكررة، وحيث سجلت إدارات المرور في الدولة 88,619 مخالفة لاستخدام هاتف متحرك في عام 2018 للميلاد، أي بمعدل 243 مخالفة يومية. الله يحفظ عيالنا والله يحفظ شبابنا اللي يعتبرون الآن الفئة الأكثر استهدافاً لما يتعلق بحوادث المرور. وأنا ممكن على طريق مليحة قبل عدة أيام شفت حادث بالفعل مروع، وكانت الوالدة يعني على يميني وكانت تقول يعني بالكلمة وبراءة الآباء والأجداد المفترض أنهم يترفقون بالطريق، المفترض أن يكون عندهم وعي في استخدام مثل هذه المركبة، المفترض أن تكون حملات أو حملات المرورية الإعلامية والإعلانية في الصحف في التلفزيون عبر الراديو عبر كثير من أثير الإذاعات والقنوات. فنقول نتمنى دائما إن شاء الله أنه الأباء والأمهات يوصلون الرسائل اللي من هذا البرنامج أو غيرها من برامج قناة الشرقية أو البرامج والمنصات الإعلامية المختلفة، أنهم يتنبهون لمثل هذا الموضوع اللي يعد الآن بادرة ويعد يعني مؤشر خطير على شبابنا وعلى عيالنا. خلنا نأخذ معكم مشاهدينا الكرام كذلك هذا الخبر، لكن من منصة ثانية من منصات المعتمدة في برنامج نافذة واللي نستقي منها أخبارنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الخبر مشاهدينا الكرام من حساب مصدر للأخبار، فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد سيجري في يوم الغد، حيث قرر الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية إجراء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، وذلك في يوم الغد الخميس في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض. وتوقع الأطباء أن تكون نسبة النجاح لهذه العملية 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة بمشاركة 35 متخصص من الأطباء والجراحين والفنيين وكذلك كادر التمريض. يعني تخيلوا لإنقاذ هذه الروح وهذه الطفولة وهذه البراءة لاثنين من أبناء دولة ليبيا وجمهورية ليبيا الشقيقة. فنقول يعطيكم العافية، المملكة العربية السعودية، الخليج عموما، الإمارات، كثير من الدول العربية تنتهج، إمارة الشارقة كذلك تنتهج في يعني تصدر ما يتعلق بالحفاظ على الطفولة والحفاظ على براءة هذه الطفولة من معكراتها الصحية الاقتصادية الاجتماعية غيرها من يعني المؤثرات السلبية. ونتمنى إن شاء الله نسمع الخبر التالي عن شفاء هؤلاء التوأم، وإن شاء الله مثل ما سمعنا الأخبار عن الدكتور عبد الله الربيع وزير الصحة السعودي السابق اللي دائما ما يشرف على مثل هذه العملية من مختلف الجنسيات ومختلف القارات. والسلامة دائما أخبارنا اليوم كلها متعلقة بالصحة والسلامة المهنية والنفسية وكذلك الطبية. فخلنا الآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى ما يتعلق بأهم الأمور الطبية اللي اليوم نلتمسها في حياتنا الاجتماعية وفي ثقافتنا الغذائية في تناول هذه الأغذية. بعض الناس مشاهدينا ممكن توافقوني والبعض ممكن يختلف معي في هذه الوجهة من النظر، أنه جوانب تناول الأطعمة أصبحت اليوم فيه سلوكيات سلبية. فعلى سبيل المثال
من السلوكيات السلبية اللي يمكن نشوفها اليوم تناول هذه الأطعمة بشكل يعني فجائي أو بطريقة تكون غير ممنهجة وغير مرتبة. فأخواننا وزملائنا في فريق العمل عدونا هذا التقرير للتعرف على ما يتعلق بأنماط السلوك الغذائي والتحذير من تناول الأغذية والبطون تكون فارغة. فخلنا نشوف معكم تفاصيل هذا التقرير وراجعين لاستكمال برنامج نافذة. مرحبا. الشعور بالغثيان بعد فترة طويلة من آخر وجبة ينتج من أن المعدة تفرز حمض الهيدروكلوريك، جزء من عملية طويلة لهضم الطعام، وتستخدم ما في وسعها للحصول على الطاقة والمواد والتخلص من الباقي. وبالتالي يتعرض الشخص الذي لا يأكل لفترة طويلة لتراكم هذا الحمض، ما يسبب الشعور بالغثيان بدلا من الشعور بالجوع. أفادت الدراسة بأن ظاهرة الامتناع على الطعام لفترة طويلة تجعل الطعام أقل جاذبية حتى ولو كان الشخص بحاجة إليه. فعند انتشار الحمض في المريء يمكن أن يسبب الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة والغثيان. تعطي الهرمونات الناتجة عن نظام الغدد الصماء للجسم المعلومات التي يحتاجها للحفاظ على مستوياته الكيميائية متوازنة، لكن هذا التوازن يمكن أن يشهد اضطراباً إذا تجاهل الشخص إشارات الجوع ولم يتناول الطعام بانتظام. على وقع التوعية الصحية مشاهدين الكرام، يمكن شفتم المعلومات اللي موجودة في هذا التقرير ويعطيهم العافية فريق العمل. بنروح معكم الآن مشاهدين الكرام ونستكمل ما يتعلق بالنافذة الطبية، لكن بعد هذا الفاصل القصير. يا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام. من بعد هذا التقرير اللي شفناه عن ما يتعلق بتناول الأغذية وكذلك علاقتها بالمعدة الفارغة، فالآن ننتقل معكم إلى ما يتعلق بالمريء وهو أحد أعضاء هذا الجسم. فإذا ما أصاب هذا الجزء من الجسم عدد من الاضطرابات أو ما يتعلق بالأمراض، فإنه يتغير أو تتغير وظيفته الطبيعية والعادية إلى وظيفة أخرى نتعرف فيها على بعض الاضطرابات أو الأعراض لهذا المرض المسمى بارتجاع المريء، وكذلك ما يتعلق بكيفية العلاج والوقاية خير سبيل قبل العلاج. ونتعرف أكثر على تفاصيل هذا المرض مشاهدينا الكرام من خلال ضيفنا المتواجد معنا في هذا الاستوديو اللي بيشرفنا أكيد تواجده وإثراء لبعض المحاور الطبية. فخلونا نرحب وياكم بالدكتور أنس القماز، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الزهرة بالشارقة. نقول يسعد مساك ومساءك صحة دكتورنا الكريم. الله يسعدك، تسلم، مساءك سعيد إن شاء الله. يا مرحبا فيك. أنا كان ودي أخذ تعليقك على التقرير، لكن أعتقد يمكن عندنا عدد من المحاور المتعلقة بما يسمى بارتجاع المريء أو المسميات الأخرى اللي يربطونها بارتجاع المعدي المريء أو المسميات الطبية المتعارف عليها. دكتور، خلنا نعرف السادة المشاهدين على وقعها الابتسامة، لكن نتكلم عن المريء هذا العضو في جسم الإنسان ووظيفته الأساسية من الناحية الطبية. المريء هو عبارة عن عضو من الجهاز الهضمي يصل بين أسفل التجويف الحلقي والتجويف المعدة عن طريق مروره في الصدر. هو عبارة عن أنبوب عضلي مسؤول عن نقل الوظيفة الأساسية ونقل الغذاء من الفم إلى المعدة. المعدة. نعم. جميل. هذه الوظيفة الأساسية عملية النقل. نعم. إذا ما حدث خلينا نقول ارتخاء لهذه العضلة أو بعض المسببات اللي ممكن تكون من الناحية التشريحية أو من الناحية الوظيفية الفسيولوجية، فخلينا نعرف السادة المشاهدين في حالة خلينا نسميها الحالة الغير طبيعية للمريء. نعم. فكيف نعرف هذا المرض ارتجاع المريء وشو المسببات من الناحية الطبية الفسيولوجية؟ نعم. هو الارتداد المريئي من يعني من اكثر
الأمراض شيوعا في العالم، بحيث أنه كان يعني يحتل جزء معين من الخارطة المريضة، الخارطة المرضية في العالم، وأصبح له مستوى أعلى. يعني بدك منطقة الشرق الأوسط كان له أرقام معينة، مثلا نسبة بحدود 8%، الآن صارت الأرقام تتحدث عن 33%، يعني أكثر من ضعفين دكتور أنس المصابين بهذه الأمراض. هو أكثر شكوى ممكن تكون موجودة بتراجع المرضى اللي براجعوا عيادات الجهاز الهضمي والأطباء العامين، أكثر شكوى موجودة هي ارتداد المريء. ارتداد المريء. نعم. طيب هذا المسبب هو متعلق بارتخال العضلات أو في مسببات أخرى يعني تم الكشف عنها من خلال الأطباء المختصين أمثالك؟ هو صراحة الأسباب كثيرة، وكل حالة احنا منحب نتعامل معها بحد ذاتها عشان الأعراض لسه كمان أكثر، وفي صار حكي عليها يعني اتطور الموضوع بحيث انها تشمل الموضوع صار يشمل أعراض أكثر. فالمسببات بتختلف ما بين مشكلة تشريحية زي ما حضرتك ذكرت أو ارتخاء العضلات، ممكن بتعود إلى تشكل زي توسع في باب المعدة، ممكن يكون بعض الأدوية لها دور بأنها تخفف ضغط العضلة من تحت، وحديثا صار في عندنا مشاكل نفسها تتعلق بالعضلة أسفل المريء اللي بتسيطر على عدم ارتداد المواد من المعدة إلى المريء. هذا يسمى الصمام للمعدة أو الصمام السفلي. نعم. هو شو مسمى هو لها؟ هو إحنا بنسميه بالإنجليزي lower esophageal sphincter. أوكي. هو عبارة، هو مش بس لا يعتمد على بس الصمام اللي موجود، الشريحة العضلية الموجودة أسفل المريء، فعليا أنت ما عندك شريحة، هو عضلات. لكن بتعتمد على برضو يعني إحاطتها ب الحجاب الحاجز، الضغط الموجود أخرى. نعم، الضغط الموجود اللي بين الفرق بين الضغط الموجود بين البطن والصدر، كلياتها اي عوامل بتؤدي الى انه احنا يتشكل ما يسمى ب الصمام المريء السفلي اللي بحافظ على عدم ارتداد مكونات المعدة الى المريء. طيب خلينا نتكلم الآن على الأعراض الموجودة، يعني يمكن نشوف الآن كثير من يعني كبار السن آبائنا يتناولون بعض المشروبات اللي يسمونها مشروبات قاعدية، مشروبات غير حمضية، ويقولون يا ولدي أنا ودي يعني أغير الأحماض اللي موجودة وصلت عندي إلى البلعوم أو إلى الحنجرة. فخلينا نأخذ بعض الأعراض اللي موجودة المتعلقة بارتداد المريء أو ما يسمى بالارتجاع المريء. هو الأعراض يعني أغلب الناس بتعرفها، اللي هي بيجي بيحكي لك حسب الكلتشر تبعه للمريض، ممكن يجي يحكي لك أنا عندي حرقان، أنا عندي حموضة، أنا بحس الأكل برجع، أنا بحس الأكل في مثلا بلعومي أو بيزوري. لكن اللي تطور على الموضوع أنه الآن صار نتيجة تطور الفحوصات صار في عندنا دور أكبر، أو يعني نوسع قاعدة الأعراض. يعني ممكن حدا يجي يحكي لك أنا في عندي مشاكل في الأذن، أو مثلا مشاكل في الأسنان. أو مشاكل في مثلا إحنا بنسميها clearing your throat. يعني الناس اللي هي عملية البحة وأخذ الوضعية، غير أنه الكحة أو القحة لها دور كبير في هذا الموضوع. وكثير ناس بتيجينا مشخصة بقعدوا سنوات على أساس بيستخدموا بخاخات لتضيق والأزمة، وبالنهاية بيطلع مشكلة ارتداد مريئي. يعني يتوجه إلى أخصائي أو استشاري الجهاز الهضمي. نعم. حدثني بعد من الأعراض على وجه السرعة دكتور، حتى يعني ننتقل للمحاور الأخرى المتعلقة بعلاقة يعني هذا المرض بأمراض أخرى مثل السرطان، الله لا يقدر علينا. هي الأعراض زي ما حكينا بتتراوح ما بين أعراض للجهاز الهضمي وأعراض خارج منظومة الجهاز الهضمي. يعني مثلا عندنا تسوس الأسنان، التهابات الجيوب، في ناس ممكن تيجي اللي هي بحة الصوت، ممكن يجيك بأعراض القحة، وهي يعني من الشغلات الكثير منتشرة.
يعني هلأ اللي صار ممكن يجيك ناس بيشتكوا من صعوبة بالبلع، عملية يعني الصعوبة في البلع. في 80% من الناس بيكون عندهم صعوبة بلع. في ناس بتيجي بتحكي لك أنا عندي التهابات زور متكررة وبيضلوا يأخذ أنتيبيوتكس وبحكي لك أنا عمري ما طبت. في حتى هذاك اليوم إجاني مريض شايل لوزه عشان مش راضيين يطيبوا، مشكلته بالنهاية طلعت ارتداد مريئي. يعني تقصد أنه في أعراض حقيقية مرتبطة بما يسمى بالارتداد المريئي. نعم. وفي أعراض أخرى، لكن خلينا نقول أنا كطبيب الآن وحكيم في التعامل مع مثل هذه الشخصيات أو بالتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، كيف عمليات التشخيص عندكم تبدأ من دخول المريض أو المراجع إلى المستشفى إلى ما ينتهي من عملية التشافي من هذه الأعراض؟ احنا صراحة يعني عادة رحت يعني بواقع الخبرة راح تلاقي انه اغلبنا الاطباء بيعتمد على كلام المريض، اوكي، يعني على العلاقة بينك وبين مريضك. مجرد ما يشعر بالثقة ويشعر انه طبيبه اللي امامه براعي وحاس بظروفه والاعراض، فإحنا بنعتمد بالتشخيص بالشكل الأساسي على التاريخ المرضي، على حكي المريض، على شكوته، ما يسمى بالشكوى الرئيسية. نعم. أو الشيف كومبلينت. نعم بالضبط. فإحنا المقصود هو بيجي بخبرنا، بيجي بشكي لك، بحكي لك أنا بالضبط هيك هيك بصير معي. فإحنا الشغلة الأساسية اللي بنعتمد عليها هي سرده للوقائع. جميل. هلا احنا في بعد شغل ما يسرد دكتورنا الوقائع، شو اللي تقومون فيه بعمليه التشخيص؟ هل في ادوات محدده؟ هل في مناظير مستخدمه من قبل اخصائي الجهاز الهضمي؟ هو احنا عاده اذا بدنا يعني احنا منطقتنا العربيه ما فيها جمعيات بتعطي توصيات، فعاده ممكن نتبع التوصيات لبعض الدول الاخرى القريبه علينا. فاحنا عاده التوصيات ما بتوصي انك انت تعمل منظار، ما بتوصي انك تعمل صوره مثلا ماده بلع الماده الملونه عشان الا في حالات الا في حالات معينه. نعم. هلا بيعتمد على انت درجه الشكوى تبعت المريض، ممكن تعطيه ادويه معينه عشان تحاول تخفف عنه الاعراض وتشوف مدى الاستجابه له، وممكن إذا كان في حالات معينة بإلها يعني ممكن تضطر إنك أنت تسوي منظار عشان تشخص الحالة، أو إنك أنت تستبعد بعض الحالات الثانية المرضية المشابهة للارتداد المريئي. جميل. يعني نقدر نقول فيه تدخل الجراحي لبعض الحالات اللي قد تكون يعني الحالات يعني بنسبة معينة وبنسبة صغيرة، لكن فيه ما يتعلق بالأدوية وغيرها من ما يسمى بمحاليل اللي هي الكشف الإشعاعي. نعم. فخلنا نتكلم الآن دام نحن في ختام هذه الفقرة، يعني بعد ما يتعلق بالعلاج خلينا نقول الوقاية من الوصول والإصابة مثل هذا المرض. اليوم سمعنا يمكن في دولة الإمارات عن إنشاء وتدشين جمعية الإمارات للصحة العامة، وقبلها كانت في جمعية الإمارات الطبية. في نشاط وفي حراك من قبل الأطباء، كذلك اليوم نسمع عن منتدى الإعلام الإسعافي والمهتمين كذلك في مجالات تكريم المسعف الإماراتي. فخلينا نقول الآن في زاوية وفي مدة قصيرة رسالة وقائية للجمهور وكذلك مشاهدينا الكرام. هي الرسالة الأساسية في هذا الموضوع أنه إحنا الحل ما بيعتمد على أنواع الأدوية، ما بيعتمد على تدخلنا سواء بالمناظير أو بالعمليات الجراحية، اللي بيعتمد على أنه المريض يطور من حياته بحيث أنه يبعد عن الشغلات اللي ممكن تضره. هلأ إذا اضطرينا للأدوية بنستخدم مع شوية يعني restrictions أنه إحنا ما بنقدر نكتب الدواء مدى الحياة، دائما نفهمها لمرضانا. شغلة الثانية، في خيارات من الأدوية طلعت جديد نتيجة التطور اللي صار في الموضوع، بدك أنت تميز شو نوع الارتداد اللي بيصير وبعديها
بتتفق أنت والمريض على خطة علاجية. جميل جميل دكتورنا، دائما نحن يعني نستفيد منك فيما يتعلق بهذه الوصايا، وإن شاء الله كذلك مشاهدينا الكرام يعني ينقلون هذه التوصيات والحاضر يعلم الغائب مثل ما يقولون فيما يتعلق بهذه الثقافة الصحية وهذه المعلومات الإثرائية. دكتورنا أنس القماز، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الزهراء في الشارقة، نقول يعطيك العافية. شكرا. واللقاءات إن شاء الله فيك تزخر بمثل هذه المعلومات الإثرائية. شكرا شكرا جزيلا.